عالم الألوان إذن. تطرح بعض الأعمال التشكيلية جدلا حول الشخصية الواقعية والصانع، الفنان الذي يرسم شيئا متحفيا هو ما يحصل مع البورتري أو الأوتو بورتري، والذي اعتمده الفنان التشكيلي ساركيس سيسيليان في وجوه وإيحاءات في معرضه تحولات. وتبدو شخصيات سيسيليان لها مشاعر لا يلتقي بعضها مع البعض الآخر، فنراها تحمل شحنات أمل أحيانا ومغرقة في اليأس أحيانا أخرى. لنكتشف هذه الوجوه في التقرير التالي. وجوه وتحولات هو عنوان المعرض الفني الأخير للفنان ساركيس سيسيليان. المعرض يقام في زيكو هاوس في العاصمة اللبنانية بيروت. المعرض هي ريسيرش بلشت من شي 3 سنين، which was my master's thesis، ريسيرش من الأساس، وبلشت بطريقة أنه بحياتي الشخصية أنا ما كنت أعبر كتير، so basically الفكرة بلشت أنه كيف بدي أعبر، وفتت فيها ريسيرش أنه كيف فيني ما فينا نشوف facial expressions والmicro expressions وكيف العالم بيصيروا يعبروا عن حالهم شوي شوي. وبس عملت ريسيرش بلشت أول شيء أرسم حالي تا أعرف proportions للوجه كيف بده تزبط، وآخر شيء بعد شيء شهر أو شهرين بلش كله من خيالي. سو صارت القصة إنه ما عم برسم وجه بس عم برسم حالة نفسية أو حالة التعبير أكثر من إنه وجه حدا. هي الفكرة إنه أنا ما كنت عم برسم بهدف إنه أعرف، كنت عم برسم لأن حسيت إنه في urgency إنه لازم أرسم، لأن كنت بدي طلع شيء من حالي أول شيء. فآخر فترة شفنا إنه قد ما في words كتيرة إنه ليش ما منبلش نعرضهم شوي شوي. فهن منار علي حسن الكيوريتر ورفيقتي وصديق الجاليريست هن اللي قالوا لي إنه ليش ما بتبلش شوي شوي إنه تفوت بهذا الشيء. كل كولكشن كان في فتره معينه من الحياه اللي مثلا مرقت ما فيها، لنقول it was depressive او شيء كآبه او شيء هيك، خاصه بالحياه اللي عم نعيشها هلا، كثير قصص اللي عم بتصير وكثير مشاعر بدها تطلع ما عم نقدر نطلعها. فكل فتره بفتره عم بيجيني شيء وهمي او شغله وعم طلع بين 20 و 30 بورتريه فرد ضربه.